السلام عليكم، معكم سفيان، قناة أنا وهاتفي، الهاتف الجديد والغني عن التعريف وبثمن جد جد رمزي كالعادة. تيكنو سبارك سيس ار، كنا شرحنا في القناة كنا شرح كت ماشي كنا ولكن ماشي مهم، حنا كنا ديما كندويو بجر. كنت شرحت في القناة ديالي تيكنو سبارك 5 ار، لقى تفاعل ولقى ميزات زوينين. هي فاش خرجت الانفينيكس، خرجت عليه الهوت نت بلاي، صافي قضى عليه. كما كنقولوا الهاتف هو قدامنا سبارك 6 ار، وهاد المرة ببطارية 6000 ميلي امبير وبشاشة 7 بوصات، مساحة تخزين 64 جيجا، رام 3 جيجا، كاميرا 13 ميجا بكسل. الهاتف يعني غيكون مزيان في اللعب، من ناحية اللي يبغي يلعب اللعاب خلاص. غادي يعني تيجي ثلاثي الكاميرات ورباعي الفلاش كيف العادة. شيكولو لا امبخانت لور، نشعلو الهاتف ونشوفو اشنو كيجي معاه. بالمشعل تيكنو، التيكنو الجميل، لصقو ليه اللعيبة كل حاجة ديالها. الظهر بلاستيكي، انا كيعجبني التليفون الجديد اللي كيدير مع البوشيطة. احسن حاجة كدير تيكنو كتعطينا بوشيطة، بوشيطة سيليكون، ماشي بحال التليفونات كيديرو لنا ديك البوشيطة دي قاصحة كتقشر الجناب. سيليكون بوشيطة زوينة، كنديرو الهاتف اش ما غاديش تلقاها قليل، الكسابل ديالو ما تلقاهاش. ها هي مركبين عليها، ديرو حنا الاستعمار الفرنسي، نحن مستعمرون. ديرو شي بالله انا ما كنمونطيش الفيديو، ما كندير من المونتاج لا والو، كي كنصور كنحط، حيت المونتاج كيدي الوقت ومع الخدمه ما كاينش الوقت باش ندير مونتاج. يعني غير كنصور الفيديو وكنلوحو ديريكت للقناه، ما كندير لا مونتاج لا والو. بحال هكا كما نصور انا دابا كنشدو كنلوحو في القناه ديريكت. الكاميرا ديالو ما بيهاش مزيانه، ديما نشوفو غير الاماميه واش داروا لنا فلاش ولا لا. ضروري يديروا لنا فلاش، نديرو ضروري فلاش، هو فلاش كاين مزيان. السيستم بشكل انفينيكس، نقول انفينيكس تيكنو راه تابع لما تابع الانفينيكس. عبدل السميه وخرج تليفون وبيه اي سميه، بحال اوبو ريلمي فيفو شركه وحده. هادو عندك التكنو وقيلا تا ايتيل، ايتيل مارس ايتيل والتكنو وانفينيكس تا مره شركه وحده. التليفون زوين حتى من ناحيه الشده في اليد زوين، يعني تليفون كبير اللي كيعجبو الكبر من ناحيه الكبر. حنا الخدمه ديالو نشوفو الخدمه ديالو، الاستجابه نشوفو 3 جيجا ديال الرام واش حقيقيه ولا غير كتبه. يلا يلا 3 جيجا ديال الرام، باني لحق راسك. ترى في نشوف لو في خندر كوبا هنجل ربع ساهل، ولكن حنا من
كونيكتا على اليوتيوب. لا ماشي عندي اليوتيوب، نسمع الصويت ديالو. قالك اكستيريو باف ديالو فينا. الباف، الباف مزدوج، يعني الباف ديال الاتصال هو ديال الموسيقى، هو كلشي. باف واحد دايرينو مشترك. انترنت شويه عندي انا ضعيف كيف العاده. ترشي ميوزيك ترى مراك المغرب يخنق اسبانيا، هادشي اللي طلع لينا. خانقينكم حنا الاسبان. المهم ما عنديش لي معلومات بزاف، هادشي اللي غيكون جاب معالج ميديا تيك، غيكون جاب جي 90 ولا 20، هادشي اللي غيكون فيه المعالج. حيت ما كيكتبوش المعالج لا والو، انا ما كنعرفش منين ندخل ما نكتبش عليكم. غنطلع لكم مواصفات من هنا نشوف. اندرويد راه كيجيب اندرويد 10، راكم نتوما عارفين اندرويد 10. قال هو جيب لو كيجيب اندرويد 10 فين هي. سباركسيس نقلبو غير على ديال الهاتف. سيستم ما عطاش والو دليل المستخدم. طراز الهاتف مجاني الوزيرة ديال الشركة. اكتشف انا واحد جوج هاو كل شي. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ادخل بطاقة السيم الذاكرة كما هو مبين في الصورة. يعني هذا ماشي يعني تيكنو. الا بغيتي تخدم يعني كطفي الهاتف كدير ذاكرة سيم من نوع نانو، كطفي الهاتف كاين اللي غيديرها وما غيطلعش ليه الريزو حيت خاص التليفون يطفى. كاين شي تليفونات غير كديرها كتقرا اوتوماتيك، هذا لا كطفي كتركب. يدعم الشحن السريع 10 واط. نقلب على المعالج فين هو. المعالج تيكنو. شدي شريحة الاتصال شنو كيقبل وشنو ما كيقبلش. عطاونا المعالج. المهم يعني الناس دخلوا شوفوا داكشي، تشري الهاتف وشوفها. شوف لي بالكم معالج هنايا. هو تليفون زوين، تليفون انا خدنا شي هادو دابا في يدي، تليفون زوين ثلاث الكاميرات. نزوق ديزاين كيما كنقولو، زوقت بيه. وهي بس زوينة 64، يعني 64 ستوكاج راه بيه خير. منافسة لي الهاتف ديالنا هي منافسة ريدمي نفسي، منافسة يعني باينة. هما دابا كلشي ولا مكينافس، ولكن كتبقى الشاومي أفضل هاتف. نفسي هادي ديال 64 جيجا ستوكاج، 3 جيجا رام، ولكن من ناحية الكبر
داتو تكنو تليفون كبير. شوفوا اللور، ثلاث كاميرات. ولكن انا كنفضل الشيومي، واخا هذا فيه 6000 ملي امبير في الباتري، ولكن كتبقى ديما الشيومي احسن خدمة. خاصو يكون السيرفيس كليو مزيان، يعني من ناحية كان شي مشكل في شي عدة ما يطور تيكنو ما كتلقاش المشكل، كتمشي كيسبقوك حتى الاول ديما. مزيان خدام بخير. مجربناش الصوص راه ديال اليوتيوب. نزل فري فاير راه غادي يخدم لكم هذا مزيان. 3 جيجا ديال الرام يخدم بخير، غير 5R راه كانت خدامه مزيان، و حتى بابجي بخير، يعني راه خدامه مزيان. انا ما قصدتش ندخل لهاد الحموضة، ولكن حموضة هادشي حامضين. ما تنساوش اشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس. في حلقة قادمة وهاتف جديد، احنا اللي نزلت السوق نشريوها نجيبوها نديرو لها مراجعة خفيفة، ماشي مراجعة كاملة ولكن نظرة أولية. يلا شكرا، ما تنسوش تفعيل الجرس وضغط زر لايك والاشتراك في القناة.